مساء الخير، نحييكم مشاهدينا ونقدم إليكم بانوراما لأبرز الأحداث المحلية والعالمية. في بانوراما الأسبوع، أزمة تأليف الحكومة في لبنان على حالها من التأزم، ودياب يحذر من كارثة، وزير خارجية قطر ومفد فرنسي زار بيروت، ومشاورات بين واشنطن وباريس والرياض. 33 من أطفال لبنان جوعى، ولا دواء ولا محروقات. طالبان تجتاح مناطق واسعة في أفغانستان. غانتس: قطاع غزة قابل للانفجار في أي لحظة. مؤتمر السنة انعقد مجددا لبحث الأزمة السورية، ولافرونتيف يتوقع انعقاد اللجنة الدستورية في الصيف. أزمة سد النهضة الإثيوبي تهدد باندلاع حرب مياه مع مصر والسودان. يتركز الاهتمام هذا الأسبوع على تداعيات الأزمة اللبنانية ببعديها السياسي والاجتماعي الاقتصادي، مع وصول البلاد إلى قاع الانهيار، فيما أزمة تأليف الحكومة على تفاقمها رغم التدخلات الخارجية، وآخرها زيارة وزير الخارجية القطرية إلى بيروت، والزيارة الخاطفة التي قامت بها سفيرتا الولايات المتحدة وفرنسا إلى الرياض. وهذه الأزمة سيكون لها تداعيات كارثية على لبنان، تمتد آثارها إلى المنطقة التي تشهد تراجعاً في موجة التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، وتهديداً صهيونياً بشد عدوان جديد على قطاع غزة. وفي ملف إقليمي آخر، تنزلق أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى مواجهة عسكرية بين مصر والسودان من ناحية، وإثيوبيا من ناحية أخرى، إذا لم ينجح مجلس الأمن الدولي الذي انعقد لمناقشة هذه الأزمة في احتوائها. نبدأ من أزمة تأليف الحكومة في لبنان، حيث جال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزيف عون، مبديا استعداد بلاده للمساعدة على حل الأزمات التي يعاني منها لبنان على مختلف الصعد، مجددا التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها. وكالة الأنباء القطرية أفادت بأن دولة قطر أعلنت عن دعم الجيش اللبناني ب70 طناً من المواد الغذائية شهرياً لمدة عام، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها آل ثاني. سفيرتا الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان دوروثي شيا وآن غريو عرضتا أزمة الحكومة اللبنانية مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية. وفي بيانان للسفارتين أشارا إلى أن هذه الزيارة تأتي عقب الاجتماع الثلاثي بشأن لبنان لكل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ووزير الخارجية الفرنسي جون إيف لو دريان، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، الذي سبق وأن عقد في 29 من حزيران الماضي على هامش مؤتمر قمة مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا في إيطاليا. وأوضح البيان الأمريكي أن السفيرة شيا سوف تواصل العمل على تطوير الاستراتيجية الدبلوماسية للدول الثلاث التي تركز على تشكيل الحكومة وحتمية إجراء الإصلاحات العاجلة والأساسية التي يحتاجها لبنان بشدة. رئيس الجمهورية ميشيل عون عرض أزمة تأليف الحكومة مع البطريرك الماروني ماربشارا بطرس الراعي، الذي قال بعد اللقاء أن ما أوصلنا إلى هذه المرحلة هو عدم تشكيل الحكومة، ولا يمكن التأخر ولو لربع دقيقة بعد عن التشكيل. وطالب الرئيس المكلف سعد الحريري بالإسراع بتشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ووفقا لروح الدستور حسب قوله، وأضاف: لم نتناول الحديث التقني عن تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن هدف الزيارة كان وضع عون في جو لقاء الفاتيكان مع البابا. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن الموضوع الحكومي أمام مفترق، إما تشكيل حكومة أو الذهاب باتجاه خيارات وأفكار أخرى،
وبشأن التوقعات المتكررة عن عزم الحريري على الاعتذار، وعما إذا كان بوادر ثنيه عن الإقدام على الخطوة، فضل بر التريث بالتعليق على الموضوع ريثما يستمع من الرئيس المكلف، مضيفا أنه إذا أراد الحريري الاعتذار بدي شوف أسبابه وعلى أي أساس، وإلا القصة مش سهلة. رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اعتبر أن ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطراً على حياة اللبنانيين والكيان اللبناني، وقال إن الصورة أصبحت واضحة ولبنان واللبنانيون على شفير الكارثة، وأضاف خلال لقاء عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية: أدعو العالم لإنقاذ لبنان وأناشد الأشقاء والأصدقاء أن يقفوا إلى جانب اللبنانيين، وأدعو لعدم محاسبة الشعب اللبناني على ارتكابات الفاسدين. منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيير دوكان بدأ زيارة إلى بيروت تستمر حتى الثلاثاء المقبل، يلتقي خلالها الفعاليات الاقتصادية والسياسية. وتهدف الزيارة وفق بيان عن السفارة الفرنسية إلى متابعة المساعدة الفرنسية والاستمرار في حض وتحفيز الشركاء الدوليين وتحديد الاحتياجات من أجل مؤتمر الدعم الثالث الذي سيخصص للشعب اللبناني والذي سينظم قريبا. وبالانتظار أعلنت منظمة اليونيسف بحسب مسح أجرته حديثا أن أكثر من 30% من الأطفال في لبنان ينامون في فراشهم ببطون خاوية لعدم حصولهم على عدد كاف من وجبات الطعام، في حين لا تملك 77% من الأسر ما يكفي من غذاء أو من مال لشراء الغذاء، وترتفع هذه النسبة بين الأسر السورية إلى 99%. صحياً، رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن أزمة القطاع الصحي دخلت الخط الأحمر، الوضع غير مطمئن من ناحية الخدمة المميزة والجودة العالية بسبب النقص الحاد بالمستلزمات الطبية والأدوية والكلفة الاستشفائية المرتفعة نتيجة انهيار الليرة اللبنانية. المحاولات الجادة لوقف تدهور القطاع اصطدمت بحائط الانهيار المستمر للليرة والجشع والهدر. نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف استنكر ما يشكو منه أطباء الأطفال في لبنان من عدم توفر اللقاحات الضرورية للأطفال في سنواتهم الأولى بعد فقدانها بشكل تام في الصيدليات، وأوضح في بيان أن فقدان هذه اللقاحات يشكل خطراً داهماً على جميع الأجيال الناشئة، مشيراً إلى أنه اتصل بمنظمة الصحة العالمية للبحث في إمكان تأمين هذه اللقاحات التي باتت مفقودة في السوق اللبنانية على أمل إيجاد الحل السريع لهذه المشكلة، موضحا أنه سيعقد اجتماع في وزارة الصحة العامة يوم الخميس المقبل لهذه الغاية. نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة شدد على أنه بما أن استيراد الأدوية متوقف بشكل كامل منذ أشهر، وبما أن مخزون مئات الأصناف الدوائية التي تعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية قد نفد في لبنان، فإن الأزمة اليوم كارثية وستتفاقم أكثر مع نهاية شهر تموز الحالي، مشيراً إلى أن آلاف المرضى سيحرمون من أدوية علاجهم. في أزمة المحروقات، رأى ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة أن أزمة المحروقات لن تحل، وأن الوضع أمام المحطات لن يعود طبيعياً إلا عندما يتم صرف اعتمادات كل شركات التوزيع وعندما تفتح كل المحطات أمام الشعب اللبناني، مشدداً على أن خفض الدعم عن المحروقات وإصدار جدول الأسعار الجديدة على أساس 3900 ليرة بدلاً من 1500 ليرة لم يغير شيئاً في هذه الأزمة ولا حتى في تعامل المركزي مع الشركات. أما بالنسبة لملف تفجير المرفأ، وبدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عقدت هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل اجتماعاً أمس في عين التيني لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير مرفأ بيروت، وينتظر أن يبدأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار اعتباراً من الأسبوع المقبل جولة استجواب المسؤولين السياسيين
الأمنيين الذين ادعى عليهم يوم الجمعة الماضي من دون أن يكشف عن الأسماء ومواعيد مثول هؤلاء أمامه لدواع أمنية. رئيس بعثة السفارة البريطانية في لبنان مارتن لينغدند رأى أن فشل سوق أي كان للمحاسبة وتحميله مسؤولية الانفجار الكارثي للمرفأ الصيف الماضي هو أكثر الأسئلة الدراماتيكية للدناءة وعدم المسؤولية التي تتميز بها الكثير من الحياة اللبنانية. وفي مقال له اعتبر أنه لو استمرت المملكة المتحدة ببذل جهدها دوما في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني لا يمكن لهذه المساعدة أن تكون البديل عن المسعى الطارئ للسياسيين اللبنانيين بهذا الخصوص. لا يستطيع المجتمع الدولي وقف انحدار لبنان نحو الهاوية. في أفغانستان أكدت وسائل إعلام أفغانية سقوط 11 منطقة في البلاد على الأقل في قبضة حركة طالبان، فيما أعلنت حكومة كابول عن قضاء قواتها على أكثر من 200 مسلح خلال آخر 24 ساعة. حركة طالبان حذرت من أمن أي قوات أجنبية تبقى في أفغانستان بعد الموعد النهائي لانسحاب حلف الشمال الأطلسي الناتو في أيلول، ستكون معرضة للخطر بصفتها محتلة. مستشار الرئيس الأفغاني للأمن القومي حمد الله مهيب اعتبر أن انسحاب القوات الأمريكية والتحالف الدولي من أفغانستان يمثل خطراً على المنطقة بأسرها بما في ذلك روسيا. في الشأن الفلسطيني اعتبر وزير الحرب الصهيوني بني جانس أن قطاع غزة مكان حساس جدا وقابل للانفجار بأي لحظة، وقال أن جيش العدو على هبة الاستعداد لأي عملية، مشيرا إلى أن احتمال الحرب مع قطاع غزة لا زال قائما. إلى ذلك كشف موقع إماراتي نقلا عن مصادر موثوقة أن نحو 5000 مستوطن صهيوني حصلوا على جنسية الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد تعديل قوانين منح الجنسية في الدولة. وحسب الموقع فقد أفادت المصادر أنها اطلعت على وثائق تفيد بإقبال واسع من الصهاينة تحت غطاء الاستثمار في الإمارات بخاصة في إماراتي دبي وأبوظبي، وهذا ما يمنحهم الضوء الأخضر لعبور الخليج والدول العربية بلا تأشيرة مسبقة حسب المصادر. في الملف السوري عقدت الجولة 16 من مفاوضات أستانا حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان لمدة يومين بمشاركة وفود الدول الضامنة أي روسيا وتركيا وإيران والمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، وشارك لبنان مع الأردن والعراق كمراقبين في جولة المفاوضات. وتضمن جدول أعمال الجولة الجديدة الوضع على الأرض في سوريا بما في ذلك المساعدات الإنسانية واستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وكذلك تدابير بناء الثقة بما في ذلك تبادل الأسرى والمعتقلين وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين. من ناحية أفاد موقع متخصص بالشؤون العسكرية بأن الجيش الأمريكي أغلق 3 قواعد عسكرية في قطر ونقل معدات وجنود إلى الأردن في خطوة قال محللون أنها تحسن من شروط واشنطن للتعامل مع إيران وتعكس الأولويات المتغيرة للجيش في المنطقة. بشأن سد النهضة باتت الحرب على المياه قريبة في حوض النيل، فمع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، وزارة الري المصرية ردت بخطاب رفضت فيه الإجراء الإثيوبي الأحادي الذي رأت فيه خرقا صريحا وخطرا يزيد حالة التأزم والتوتر في المنطقة ويخلق وضعا يهدد الأمن السلمي والسلم الإقليمي والدولي. الخطوة الإثيوبية تأتي استباقاً لجلسة لمجلس الأمن الدولي الخميس. وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي عدا الخطوة الإثيوبية مخالفة صريحة لاتفاق موقع بين البلدان الثلاثة. وأضاف الوزيران من نيويورك قبل جلسة مجلس الأمن أن الإجراء يكشف سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع.
رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد دعا العالم إلى تفهم النية الحقيقية من بناء سد النهضة، وأنه ليس لدى بلاده أي نية في إلحاق الضرر بدول المصب، وقال إن الهدف هو تلبية حاجات من الكهرباء وحسب. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية رأى أن ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر. بشأن محادثات فيينا، أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بيتر ستانو أن موعد استئناف محادثات فيينا الهادفة لإحياء الصفقة الموقعة بين المجموعة الدولية وإيران بشأن أنشطتها النووية سيعلن في الوقت المناسب. وأشار في تصريحات له إلى أن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوصفه منسق الاتفاق يجري مشاورات مع كافة الأطراف المعنية لإنجاز التنسيق وتحديد موعد جديد، وأضاف النشاط الدبلوماسي الذي نقوم به مع الأطراف المعنية يذهب إلى ما هو أبعد من تحديد موعد الاجتماعات الرسمية في فيينا. ويأتي هذا التصريح على خلفية مخاوف أوروبية ودولية من أن يؤدي إعلان إيران البدء بإنتاج يورانيوم مخصب إلى انهيار محادثات فيينا. مسؤول صهيوني كبير أكد في حديث لصحيفة هآرس أنه لم يعد بمقدور الكيان الصهيوني التأثير على بنود وروح الاتفاق النووي الجاري بحثه في فيينا. وزارة الخارجية الروسية أكدت إحراز تقدم كبير في محادثات البرنامج النووي الإيراني الأخيرة بالعاصمة النمساوية فيينا، موضحة أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تمكنت الوفود من إحراز تقدم كبير في الاتفاق على معايير وطرق عملية استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إزالة أسماء ثلاثة إيرانيين من قائمة العقوبات التي تفرضها على إيران، مؤكدة أن إزالة هذه الأسماء لا تعكس أي تغيير في سياسة العقوبات الأمريكية تجاه إيران ولا علاقة لها بمفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي. وعن زيارة وزير الدفاع السعودي إلى واشنطن، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان سيتوجه الأسبوع المقبل إلى واشنطن، ما يجعله أرفع مسؤول سعودي يزور أمريكا منذ تولي جو بايدن الرئاسة. وبحسب الصحيفة، سيهيمن عدد من القضايا على جدول أعمال الزيارة، بما في ذلك الأمن في العراق وسوريا واليمن والوضع في الأراضي الفلسطينية، فضلا عن المخاوف السعودية من محادثات إدارة بايدن المتجددة مع إيران بشأن برنامجها النووي. وفي الشأن التركي القبرصي، دعا وزير خارجية تركيا مولود جاويج أوغلو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للقيام بما يلزم لتحقيق تقاسم عادل للثروات بقبرص، مضيفا أنه بخلاف ذلك فإننا سنقدم على فعل ما يحقق ذلك. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد أرسن تتر، أكد جاويج أوغلو أن مقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقد مؤتمر إقليمي بشأن موارد شرق المتوسط لا زال مطروحا على الطاولة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام البانوراما لهذا الأسبوع. لقاؤنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت. إلى اللقاء.